مثلا رقم 20 7 عدد صحيح و12 على 14 زائد أن عدد المفقود 12 عدد صحيح و3 على 4. بهاي المسألة ننتبه تخص الجمل المفتوحة، فإذا كان العدد المفقود بالوسط ننتبه على العملية الحسابية، إذا كان الجمع تقلب إلى طرح، وإذا كان الطرح يبقى كما هو، هاي متى؟ إذا كان العدد المفقود في الوسط. فمن نجي نكتب المسألة نكتب العدد الصحيح، أي نكتب الناتج وننقصه من العدد الثاني. 12 عدد صحيح و3 على 4 نكتبه بالبداية، لأن 12 عدد صحيح و3 على 4 هي أكبر من 7 عدد صحيح و12 على 4. أشياء عوفنا؟ عوفنا من الأعداد الصحيحة، 12 أكبر من 7 فنجيب 12. نحاول بهاي المسألة، إذا عندي مقامات ما متوحدة نوحدها، نوحد المقام الـ14 والـ4، نوحد المقام على 2، 14 كم 2 بها 7، 4 كم 2 بينه 2، أيضا على 2، الـ7 نبقيها لأن الـ7 عدد فردي ما يصير تتحلل على 2 لأن يطلع به باقي، 2 كم 2 بها 1، على 7 بها 1 وهي أيضا تنزل عندنا 1. 2 في 2 4، 4 في 7 يعطينا 28، إذا 2 في 2 في 7 يعطينا 28. وبهاي الحالة نكون إحنا وجدنا المقام الجديد. نقسم العددين على 28، ننزل الأعداد الصحيحة. 28 تقسيم 4، أي إيش نضرب في 4 يطلع العدد 28 بها 7، إذا 7 في 4 يعطينا 28. 7 في 3 يعطينا 21، 28 إذا نقسمها على 14 بها 2، يعني 2 في 14 يعطينا 28، واللي ما يستطيع يحاول يقسمها قسمة طويلة، 14 في 2، 2 في 4 8، 2 في 1 2 يعطينا 28. نضرب 2 في 12، 2 في 2 4، 2 في 1 2، 21 ناقص 24 ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن 21 أقل من 24، فبهاي الحالة لازم إيش نعمل؟ لازم ننتبه إلى العدد الصحيح، نتدين من العدد الصحيح، أتدين من العدد الصحيح، 12 إذا ناخذ منه 1 إيش يصبح العدد؟ يصبح 11، زين أنا إحنا نريد نكبر البسط، يعني نكبر 21، الواحد اللي أخذناه من 12 هو بمقدار 1 يساوينا بمقدار كم؟ ننتبه على المقام بمقدار 28 على 28، يعني أنا حتى أكبر البسط ألاحظ المقام، إذا كان عندي 30 معناته أخلي 30 على 30، إذا كان عندي 28 أخلي 28 على 28، هذا منين أخذناه للواحد؟ أخذناه من العدد الصحيح، فحتى يكبر البسط نجمع 28 زائد 21، نجمع البسط مع المقام، المقام ينزل 28 ما نجمع معه أي شيء، ننزل الناقص. هذا الكسر الثاني ينزل. هسه نحاول نجمع هاي العددين 28 زائد 21 يعطينا 49. أيضا كبر عندنا البسط الأول على 28 وينزل عندي العدد الصحيح، ناقص 7 عدد صحيح 24 على 28. بهاي الحالة نستطيع هسه نطرح البسط الأول من البسط الثاني، لأن بعد ما كبرنا البسط الأول نستطيع أن نطرح البسط الثاني. 9 ناقص 4 يعطيني 5، 4 ناقص 2 يعطيني 2، المقام متوحد إذا نخلي 28، 11 ناقص 7 يعطينا 4. سؤال رقم 21، 25 عدد صحيح و8 على 16 ناقص العدد المفقود يعطينا 15 عدد صحيح و7 على 8. أيضا ننتبه إلى العدد المفقود يكون بالوسط، وأيضا انتبه إلى العملية الحسابية، إذا كان العدد المفقود بالوسط الطرح يبقى طرح، إذا كان العدد المفقود بالوسط الطرح يبقى طرح، بقي علينا أنه لازم نجيب الأعداد الصحيحة، فيا ترى أخلي العدد الكسري 25 عدد صحيح و8 على 16 بالبداية أم 15 عدد صحيح و7 على 8؟ راح نخلي 25 عدد صحيح و8 على 16، ليش؟ لأن 25 أكبر من 15، فلهذا خلينا العدد الصحيح الأكبر بالبداية، 15 عدد صحيح و7 على 8. نلاحظ المقامات، إذا مقاماتنا مختلفة لازم نحاول نوحد المقامات، نوحد المقام على بين 8 وبين 16 على 2، 8 كم 2 بها 4، 16 كم 2 بها 8،
أيضا على 2 4 كم 2 بيها 2، 8 كم 2 بيها 4، على 2 2 كم 2 بيها 1، 4 كم 2 بيها 2، على 2 تنزل 1، 2 كم 2 بيها 1، وهكذا نضرب 2 في 2 في 2 في 2، 2 في 2 في 2 في 2، 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 2 16. يعني المقام الجديد اللي أصبح عندنا هو 16. ستاعش، ما ننسى أن ننزل الأعداد الصحيحة. ستاعش تقسيم ستاعش بها واحد، واحد في ثمانية ثمانية. ستاعش تقسيم ثمانية بها اثنين، اثنين في سبعة أربعتاعش. أيضا ننقص ثمانية ناقص أربعتاعش ما يجوز، نحاول ندين من العدد الصحيح، ولهذا خلينا احنا العدد الصحيح الكبير بالبداية حتى نستدين منه. 25 إذا نأخذ منه واحد يصبح العدد 24. هذا الواحد اللي أخذناه بمقدار 16 على 16، أي نلاحظ المقام 16 على 16. يعني حتى نكبر البسط نجمع 8 زائد 16، إيش عندنا بالمقام؟ ينجمع مع البسط. ننزل 16 مقام ناقص 15 هذا الصحيح، 14 على 16. نجمع 8 زائد 16 ينطينا 24، 8 زائد 6 14، 1 1 2. ننزل المقام الجديد وننزل عندنا ال 24، طبعا ما ننزل 25 لان احنا اتدينا منه صار عندنا 24. 15 عدد صحيح، 14 على 16. بما انه عندنا مقاماتنا متساوية اذا ننزلها. 24 ناقص 14 ينطيني 10، 24 ناقص 15 نطرح طرح عمودي، 4 ناقص 5 ما يصير، 2 يصير 1، ال 4 يصير 14. 10 إذا شلنا منه 5 تبقى 5، نضيف له 4 يعطيني العدد 9، وبهكذا نكون يطلع العدد الصحيح 9 هذا الصحيح و10 على 16. إلى هنا نكون انتهينا من حل اختبار الفصل صفحة 121، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.